Η Βουλή ενέκρινε την απόφαση. وندعو الدول التي تؤيد حل الدولتين ولم تعترف بعد بفلسطين أن تقوم بذلك. نريد جسرا ليوصل بيننا، نحن جيران وسنكون في المستقبل أصدقاء، وما الذي يمنع؟ وبالمناسبة نحن لسنا ضد اليهودية إطلاقا، ولا نستطيع أن نكون ضد اليهودية. اليهودية دين محترم نحترمه جميعا، نقدره ونقدسه، ولكن المشكلة مشكلتنا مع الاحتلال الصهيوني. هناك فرق بين الاحتلال وبين الدين.